أهلا بكم إلى تفاصيل هذه النشرة. طرح محافظ صلاح الدين الدكتور مهندس عمار جبر خليل خلال مشاركته في اجتماع الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات ملفات الأمن والنزوح والإعمار والصحة، مؤكدا حاجة المحافظة لدعم استثنائي من الحكومة المركزية يتناسب حجم الدمار الذي تعرضت له المناطق، ما يستدعي إعادة النظر بضوابط استغلال الموارد المحلية إلى جانب صلاحية المحافظة بإدارة مشاريعها وجذب الاستثمار على قاعدة من الاستقرار العام. فيما وصف رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي خلال ترأسه الاجتماع المرحلة التي يمر بها العراق في الوقت الراهن بالحساسة، مؤكدا ضرورة التعامل مع التحديات من جانب فني وليس سياسي، وبما يحقق المطالب العادلة للمواطنين.